تتهم بأنك في البلديات تستهدف بلدية الزرقاء على وجه الحصر، لأنه رئيسها المهندس علي أبو السكر من جبهة العمل الإسلامي. يعني أنا أعتقد أنه لا يحتاج أو أربع بنفسي أن أجاوب على مثل هذا السؤال لسبب. لا بدك تجاوب. الاتهام لسبب. أول شيء، عندي ثلاث أو أربع رؤساء بلديات من جبهة العمل الإسلامي. رئيس بلدية ذيبان جبهة العمل الإسلامي، رئيس بلدية كفرنجة جبهة العمل الإسلامي. طيب بس مش زي الزرقاء بالوزن النوعي والوزن الديموغرافي. لا لا بس مشان أكون واضح. طيب إذا بدي استهدف حزب، لماذا لا أستهدف ذيبان؟ لماذا لا أستهدف كفرنجة؟ لماذا لا أستهدف المعراض؟ أنا بقول لك القصة، قصة إنه الإخوان ببلدية الزرقاء طلبوا بتسديد مديونيتهم الهائلة واللي أنا ما إلي ذنب فيها وتراكمية. بلدية الزرقاء وبلدية إربد ومراكز المحافظات استثنيت من تسديد المديونية بسبب إنه مراكز اقتصادية كبيرة تحصل دخل كبير. بلدية الزرقاء عليها دين 24 مليون نفر، إلها ديون على الناس 24 مليون. إيراداتها من رخص المهن والإعلانات ورخص الأبنية أضعاف مضاعف عن البلديات الأخرى. فالحكومة قبل الانتخابات وقبل إجراء الانتخابات بحوالي شهر، نعم، أخذت قرار بتسديد مديونية حوالي 60 بلدية بمبلغ حوالي بين 60 و70 مليون دينار. والحكومة لما أخذت هذا القرار لدعم القطاع البلدي لأنه حقق إنجازا، فأخذت أفقر 70 بأفقر 60 بلدية وأكثر 60 بلدية مديونات ولا يوجد لديها إيرادات تعتمد عليها. يعني خلينا أكون صريح معك، الجفر أو صبحة أو الباسلية أو فاع، منين بده يجيب إيرادات؟ لا عنده مولات ولا سوبر ماركتات ولا إعلانات ولا مثقفات، منين يجيب؟ مواطنين أردنيين يستحقون الخدمة زيه زي اللي بالعاصمة، ولا بهمش وبتركه؟ لا بدنا ندعمه. مشان أدعمه سددت المديونية عن هذول، ترك إربد والزرقاء ما سددنا، وأغلب البلديات الغنية الكبرى ما سددنا، والغنية في زي الصيفي غنية، عين الباشا غنية، ما سددت عنهم، هم مش مراكز محافظات. بينما كفرنج ورئيسها من جبهة العمل الإسلامي ونزل على قائمة الإصلاح سدد عنه حوالي 8 مليون دينار لأنه مديونيته كانت 14 مليون، وأنقذناه بحيث أنه يقدر يدفع رواتب موظفينه. ذيبان نفس القصة، وطلب مشاريع استثمارية لمصانع بتشغل ناس، وافقت له عليها فورا. إذن القصة ليست استهدافا، القصة طيب لما أنا كنت رئيس بلدية إربد وأنا ابن إربد، طيب ليش ما سددت على إربد عن إربد؟ ما عليها ديون. ثانيا، أنا كيف بكون ضد بلدية الزرقاء وأنا بشارك مشروع البنك الدولي لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، مع إنها مش محافظات الشمال بس حطيت الزرقاء كيف مستهدفة؟ الناس بتحكي على عنانها، أنا لن أجاوب، وأنا لست غاضبا مما قاله صديقي وزميلي بالأمانة النائب موسى الوحش اللي غضبوا رؤساء البلديات اللي اتهمهم بالتسيب. أنا عاتب عليه أنه لم يدقق ولم يقرأ أنه قرار مجلس الوزراء أخذ قبل الانتخابات بشهر، وحددت البلديات قبل الانتخابات بثلاث أسابيع، ونحن لا نعلم من الذي سيأتي. نعم. هل هو علي أبو السكر ولا غيره؟ فبالعكس أنا بقول أنه أنا داعم لبلدية الزرقاء. أنا شو بهمني كوزير بلديات أن تنجح المئة بلدية؟ إذا نجحت المئة بلدية نجحت أنا، وبدي أقول شو قدمت الخزينة للبلديات بالأربع سنين الماضية. رفعنا عوائد المحروقات للضعف، كانت تأخذ البلديات 80 مليون اليوم تأخذ 160 ل 170 مليون. النقطة الثانية، منح من الخارج أكثر من 200 مليون. أنا بحكي بالسنة رفعت 90 مليون، بأربع سنين 360 مليون. منح خارجية أكثر من 200 مليون، منح من المنحة الخليجية ومن الصناديق العربية ومن الخزينة حوالي 200 ل 300 مليون، 800 مليون دعم البلديات. وهذا أنا بعتبره أن الحكومة وقفت مع وزير البلديات
ووقفت مع قطاع قاعد بنجح. مديونية البلديات لكل الجهات كانت حوالي 250 مليون دينار بنهاية عام 2013، اليوم لكل الجهات حوالي 44 مليون بما فيها بلدية الزرقاء. 40 مش 44.